بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. سنة رابعة للمحاسب. إن شاء الله النهاردة المحاضرة التالتة أونلاين والسادسة على مستوى محاضرات مادة السوفت وير انجينيرينج. آخر محاضرة لينا مع بعض كنا في المعهد واتفقنا إن شاء الله إن الشابتر 5 هيكون ملغي بإذن الله، وهنبتدي في شابتر 6 اللي هو بيتكلم عن الـ UML modeling. وقلت ان انا هستغل الفرصة بان انا ادي فكرة عن الـ UML لان الشابتر دوت مهم جدا، وان شاء الله اكيد يعني 99% لازم من الناس هيستخدموه في المشاريع بتاعتهم بتاع التخرج باذن الله. وقلنا ان انا هحاول في المحاضرة الاونلاين اتكلم شوية في الكلام النظري، وبقدر الامكان اخلي الرسومات والدايجرامز والحاجات اللي فيها شرح زيادة يكون في المحاضرة اللايف باذن الله الاسبوع الجاي. طبعا مش هناخد اليو ام ال كامل لان اليو ام ال ده حاجة كبيرة ومنهج منفصل اصلا لوحده، ولكن هناخد الحاجات المهمة الاساسية اللي لا يخلو منها اي مشروع او اي سوفت وير او اي بروجكت. وطبعا الناس تجتهد بقى في الباقي او في اغلب الدايجرامز التانية وتذاكر بحيث ان يكون عندها صورة كاملة للاناليسز والديزاين عن طريق استخدام اليو ام ال. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، كده نبتدي الشابتر. الشابتر بعنوان Object Modeling Using UML. احنا كنا اخدنا في المحاضرة اللي فاتت في شابتر 4 ان في نوعين من البروجرامينج، الفانكشن اورينتد والاوبجكت اورينتد، وطبعا عرفنا الفرق بينهم. وقلنا ان احنا شابتر 5 كان بيتكلم عن الفانكشن اورينتد واحنا مش محتاجينه لانه مش هو ده اللي مستخدم الفتره ديت، وهنتكلم عن الاوبجكت اورينتد موديلنج باستخدام اليو ام ال. محتاجين اول حاجه نعرفها يعني ايه كلمه موديل، يعني ايه كلمة موديل. طبعا الحاجة اللي انا هعلم لكم عليها في الباراجراف زي ما اتفقنا الناس ايه تعلم ورايا. A model captures aspects important for some application while omitting or abstracting the rest. يعني ايه الجزء دوت؟ بيقولك ان الموديل او النموذج بيحدد الحاجات او السمات الاساسية المهمة في اي ابليكيشن. ازاي؟ عن طريق تلخيص او حذف الحاجات اللي ملهاش لازمة. A model in the context of software development can be عملية نمذجة او هيكلة او يعني عمل نموذج لسيستم او نموذج لسوفتوير، بيكون يا اما جرافيكال او تكستوال او ماثيماتيكال اور بروجرام كود بيست. يعني انت ممكن تعمل موديل دايجراماتيك يعني بالجرافيكس كده او بدايجرامز، ممكن تعمل موديل كتابة نصي، ممكن تعمل موديل رياضي، ممكن تعمل موديل بالكود. خلاص جرافيكال مودلز ار فيري بوبولار، اشهرهم هو الجرافيكال مودلز. ليه؟ النماذج المعتمدة على الرسومات. ليه؟ because they are easy to understand and to construct، يعني سهل انك تفهمها وتحددها. بمعنى انا ممكن اجيب لك سؤال، مثلا السؤال ده واحد يقعد يكتب لي صفحة ونص اجابة، وواحد تاني يعمل لي رسمة يلخص كل اجابته، وده صح وده صح، ده فاهم وده فاهم، ده استخدم الكتابة في انه يعبر وده استخدم الرسمة في انه يعبر. انا مين اسهل لي في التعليم، ده ولا ده؟ ان انا اقعد اقرأ كل الكلام ده ولا اني اشوف الرسمة؟ طبعا الرسمة. لما اجي اعمل سلايد عشان اشرح للناس، سهل علي ان انا اعمل دايجرام يوضح لي او يفكرني بس النقاط الاساسية ان انا هشرحها للطلبة، ولا ان انا اقعد اكتب كلام 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 عشان افتكر؟ طبعا الرسمة. تمام. فالجرافيكال مودلز هو اشهر المودلز. ليه؟ عشان easy to understand and construct، سهل في بنائه وسهل في فهمه. طيب ايه احتياجنا
للموديل، ايه هو الاحتياج للموديل، بيحتاجوا في ايه، عايزين نعمل موديل عشان ايه. قالك ان one models of a system have been constructed. This can be used for a variety of purposes during software development, including the following. مجرد once ان المودلز بتاعت السيستم اتبنت constructed, this can be used, ممكن تستخدم في انواع جديدة كتير واغراض كتير جدا اثناء software development. زي ايه؟ ممكن استخدمها في الاناليسيس، ممكن استخدمها في السبيسيفيكيشن تحديد المواصفات بتاعه السيستم، في الكود ان انا اعمل كود، ان انا اعمل ديزاين، ان انا افيجوالايز او اندرستاند البروجرام، يعني البروبلم، يعني ان انا افيجوالايز يعني اعملها فيجواليزيشن او فيجوال يعني بشكل مرئي، او ان انا افهم المشكله اصلا هي ايه بتاعه السيستم، ان انا اعمل تيست للبروبلم بعد ما احلها. كل دي حاجات ممكن المودلز يسهلها لي، ان انا اعمل موديل يوفر لي ان انا اعمل بقى ديزاين واناليسز وكود وتست، كل ده عن طريق الموديل ده، بستخدم الموديل في الحاجات دي كلها، في الاغراض دي كلها. طيب a model can be used for a variety of purposes، ممكن انها تستخدم لاغراض كتير قوي، يعني ممكن اعمل موديل عشان حاجات كتير قوي. it is responsible to expect that the model would vary depending on the purpose for which it is being constructed. يعني ايه؟ يعني الموديل مسؤول عن الغرض اللي هو اتعمل عشانه. يعني ايه برضو؟ مناش فاهم. يعني لو انا بعمل الموديل عشان اعمل analysis للسيستم، يبقى هو هيتصمم او هيعمل له construct او هيعمل له بناء او انشاء للموديل ده علشان يوفي او يحقق غرض الاناليسيس. لو انا هعمله عشان الديزاين، يبقى انا مفروض اكون بنياه على اساس ان هو يحقق لي ديزاين. لو انا هعمله عشان الامبلمنتيشن، يبقى انا مفروض استخدم المودلز اللي بتنفع في الامبلمنتيشن. لو انا هعمله عشان اعمل تيست، يبقى انا مفروض استخدم الحاجات اللي تخليني اعمل موديل للتيست. في مودلز للانالسيس، في موديل للسبيسيفيكيشنز، في مودلز للديزاين، في مودلز للتست، في مودل للكود. كل غرض ليه المودلز بتاعته او الانواع بتاعته او الطريقه اللي هعمل فيها المودلز. تمام، انا لازم احدد ايه الغرض عشان اقدر ابني مودل يوفي الغرض بتاعي. تمام اهو، it is responsible to expect that the model would vary depending، يعني او معتمد على the purpose for which it is being constructed، معتمد على الغرض اللي هو اتبنى عشان. For example, a model developed for initial analysis and specification should be very different from the one used for design. الموديل اللي هيتبني عشان اعمل بيه analysis و specification للسيستم بتاعي او السوفت وير بتاعي، مفروض ان هو يكون مختلف عن الموديل اللي هعمله عشان اعمل design. تمام؟ طيب نيجي بقى على Unified Modeling Language اللي هو UML. UML يبقى احنا لغاية اللحظة دي احنا عرفنا يعني ايه موديل وانواع الموديل دي اساسا. اصلا المودلز ده انا بحل المشكلة بتاعتي او بعمل لها تمثيل او Representation، يعني عن طريق حاجة اسمها Modeling، ان انا بعمل لها نموذج شكل عام او اطار عام لحل مشكله معينه. تمام، وقلنا ان الموديل ده انا ممكن اعمل موديل جرافيكال يعني بالرسومات زي اليو ام ال عندنا كده، او ممكن اعمل موديل احصائي او رياضي، ممكن اعمل موديل تكستنج يعني نصي. وقلنا ان اسهلهم هو الموديل الجرافيكال، وبستخدم الموديل ممكن يستخدم في ايه، في اغراض كتير جدا، اناليسيس وديزاين والسبيسيفيكيشن والحاجات دي كلها. تمام، طيب وقلنا ان طبعا كل غرض ليه المودلز او نوع شكل المودل المختلف عن التاني. طب امال ايه هو بقى اليو ام ال اللي احنا هنقعد نشرحها دي عباره عن ايه وايه علاقتها بالموديلنج؟ كلمه يو ام ال هي اختصار لكلمه او عباره موديلنج، يونيفايد موديلنج لانجويج، يونيفايد موديلنج لانجويج.
طب هي لغة او وسيط بنقدر عن طريقه نعمل الموديلنج ده، طريقة او تولز بنقدر نعمل بيها موديلنج، موديلنج للسيستم. It may be used to visualize, specify, construct and document the artifacts of software. ممكن من خلالها اعمل فيجواليزيشن للسيستم، اخليه فيجوال كده، حاجه فيجواليز كده تسهل لي ان انا افهمه، ابنيه، اعمل له دوكيومنتيشن، توثيق للحقائق المهمه في السوفت وير. طيب هي اليو ام ال دي عباره عن ايه؟ دي عباره عن دايجرامز بقى، دايجرامز كتيره، دايجرامز كتيره. قال لك ان اليو ام ال كان بي يوز to construct 9 different types of diagrams to capture 5 different views of assessment. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يو ام ال ممكن استخدمها في ان انا ابني 9 انواع من الدايجرامز، بتبني 9 اشكال من الدايجرامز، كل اسم، كل دايجرام بيعمل حاجه. طب التسع حاجات دول يعني بيوفوا كم غرض من الاغراض اللي احنا قلنا ان الموديلنج بيوفيها؟ ممكن يبقى ليه يكابتشر 5 different views of system. يعني ايه الكلام ده؟ يعني عندي 9 رسومات، التسع رسومات دول بيوفوا 5 من الفيوز او المنظور اللي بيتبص للسيستم. يعني ممكن فيو منهم وجهة نظر اليوزر، فيو منهم وجد الستراكشر فيو، الشكل بقى الهيكلي للسيستم، البيهيفيرال الشكل ازاي السيستم بيتعمل البيهيفيرال، تمام، الامبلمنتيشن فيو ان انا اعمل بقى فيو امبلمنت موديل للامبلمنتيشن، تمام. طيب ممكن كمان ان انا اعمل انفايرمنتال فيو، ازاي النظام ده او السيستم او السوفت وير بيتعامل مع البيئة اللي هو شغال عليها، اللي هو شغال عليها. دول الخمسة فيوز اللي اليو ام ال ممكن يوفيهم او يحققهم، بيحققهم عن طريق 9 دايجرامز. الخمسة دول بيتحققوا عن طريق 9 دايجرامز اللي هم متاحين في اليو ام ال. طب وانا مش فاهم يعني ايه يوزرز فيو، ستراكشر فيو، بيهيفير، هناخدهم بالتفصيل، هناخدهم بالتفصيل. طيب الرسمة دي بتوضح لك كل فيو من الخمسة فيو ومين في رسومات او دايجرامز بتاعت اليو ام ال بتحقق كل فيو منهم. اليوزرز فيو اللي هو وجهة نظر اليوزر اللي شايف بيها السيستم، وجهة نظر اليوزر اللي شايف بيها السيستم، بيحققها حاجة اسمها يوز كيس دايجرام. يوز كيس دايجرام دي اهم دايجرام موجود في اليو ام ال، اهو دي اللي لو واحد مش عارف اي حاجه في اليو ام ال لازم بيعملها في التحليل بتاعه او في الاناليسيس بتاعه او الديزاين. في بقى اللي بيطور ويدخل في ليفلز اكبر في الاناليسيس والديزاين، لكن ده الديفولت كده، مفيش حد اسمه ما يعرفش اليوز كيس بتاعه الايه، المشروع بتاعه. طيب في الاستراكشر فيو، شكل بقى الهيكلي للسيستم. يعني لما يكون عندي المعهد عندي هيبقى عندي اكيد كلاس لليوزر او كلاس للموظف، كلاس للدكتور، وكلاس للطالب، وكلاس للقسم، كلاس للقسم، ده اسمه الاستراكشر فيو. طب الاستراكشر فيو ده او الشكل الهيكلي للسيستم، ايه في رسومات اليو ام ال دايجرامز اللي هو بتحققه؟ عندك نوعين من الرسومات بتحقق الاستراكشر فيو، الكلاس دايجرام والاوبجكت دايجرام. طيب البيهيفير فيو يعني ايه؟ البيهيفير فيو يعني كل بقى حاجه في السيستم بتتعمل ازاي. قبل كده كنت بقول ايه اللي بيتعمل في السيستم، انا بقدر اعمل كذا وكذا وكذا، انما بيهيفير بقى لا، انا بعمله ازاي، بيتعمل ازاي، ازاي الطالب ممكن يستلم الكتاب لما يكون الاول اخد وصل من شؤون الطلبه او اذن دفع من شؤون الطلبه، وبعدين يروح يدفع مصروفاته، وبعدين ياخد وصل من 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 الحسابات، وبعدين يروح يقدمه. ديت ازاي السيناريو بتاعتها او الطريقه اللي تمت بيها.
بيسموه البيهيفيرال فيو، السلوكي. طب ايه في دايجرامز اليو ام ال بتقدر تحقق البيهيفير فيو ده؟ قال لك في اربع انواع من الدايجرامز اللي بتحققها. حاجه اسمها سيكونس دايجرام، حاجه اسمها كولابوريشن دايجرام، حاجه اسمها ستيت شارت دايجرام، حاجه اسمها اكتيفيتي دايجرام. كل واحده ايه؟ ده حوار بقى لوحده. كل واحده ده معناها ايه؟ حوار لوحده. المهم ان هم كل دول بيشرحوا كيفيه عمل وظيفه معينه داخل السيستم. طيب في حاجه اسمها الامبلمنتيشن دي، وازاي بقدر بقى اطبق او انفذ او اعمل امبلمنتيشن للسيستم عن طريق ايه؟ الموديل اللي بيحصل اللي بعمله عشان يحقق لي النظره او الشكل او الواجهه اللي بقدر اعمل امبلمنتيشن بيها. حاجه اسمها كومبوننت دايجرام. طب انفايرمنتال بروجرام، التعامل السيستم او السوفت وير مع البيئه المحيطه. حاجه اسمها ديبلويمنت دايجرام. لما تيجي تعد عدد الدايجرامز اللي هنا هتلاقي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اللي هما التسع دايجرامز اليو ام ال مكون منهم، بيحققوا كام فيو؟ 1 2 3 4 5، الخمس فيوز اللي قلنا ان ممكن اليو ام ال يحققوا. تمام. طيب different types of diagrams and views supported in UML. طيب نيجي بقى نعرف يعني ايه كل view منهم، يعني ايه. نيجي عند ال users view. قالك this view defines the functionalities او facilities made available by the system to its user. لغاية هنا نفهم معناها ايه. هو بيحدد وبيعرف الفانكشنز الاساسيه، الحاجات الاساسيه اللي بيقدمها السيستم لليوزرز بتوعه. السيستم ده هيقدم لليوزر بتوعه ايه؟ ايه الفاسيلتيز او التسهيلات اللي السيستم ده هيقدمها لليوزر بتوعه؟ خلاص. والله ده انا مش هعمل الامتحانات السنه دي مثلا نظري، ده انا هعملها اونلاين، فعايز السيستم يعمل لي الموضوع ده. طب والله هو السيستم بتاعك ده ايه اللي هيقدمه لليوزر؟ ايه اللي هيقدمه للطالب؟ ده هيخليه يدخل يمتحن، ويدخل يمتحن في اي وقت، وممكن ان هو يعيد امتحانه باسئله متكرره. طب ايه كمان؟ وممكن يدخل يشوف النتيجه بتاعته بعدها بشويه. وايه كمان؟ وممكن يشوف الاخطاء بتاعته متصححه. وايه كمان؟ وممكن يتواصل مع الدكتور بتاعه. كل دي فاسيلتيز بيقدمها السيستم لليوزر بتوعه. كل ده مفروض ان هو يبقى موجود فين؟ في اليوزرز فيو. اليوزرز فيو this view defines، بيوضح او بيحدد او بيعرف الفانكشناليتيز او الفاسيلتيز made available by the system to its user. خلاص كده. طيب انك اليوزر فيو captures the external user's view of the system in items of the functionalities offered by the system. يعني ايه؟ بيبين الاكسترنال يوزر، يعني النظره الخارجيه للسيستم، نظره اليوزر الخارجيه للسيستم. اليوزر هو بيقول لك انا عايز كذا، وعايز ادخل امتحن في اي وقت، ومش عارف يديني النتيجه. كل ده نظره خارجيه للسيستم. اي حد يفهم الكلام اللي هقوله لكم ده، سواء بيفهم في الكمبيوتر او ما بيفهمش، مثل اللي انا بقولهم ده، والله ده اليوزر بيدخل يمتحن في اي وقت، والله ده اليوزر ممكن يتفاعل مع المدرس بتاعه، والله ده ممكن الدكتور اليوزر يعمل كومنت او طالب او كده. كل دي كلام، نظره خارجيه لامكانيات السوفت وير من وجهه نظر اليوزر. طيب خلي بالكم الحته دي احنا خدناها قبل كده. قال لك ان اليوزرز فيو بيكون is a black box view of system where حيث the internal structure, the dynamic behavior of different system component, the implementation are not visible. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ قالك ان users view ده اللي احنا بنتكلم عنها بيسمى او بيعتبر black box view. احنا خدنا كلمة او مصطلح black box view دي قبل كده. بلاك بوكس فيو يعني حاجة غامضة، حاجة سودة من جوه، ما انتش فاهم تفاصيلها ورايحة منين وجاية منين.
انا عايز ادخل امتحن في اي وقت. طب يعني ايه ازاي هيعملها دي؟ ازاي ادخل امتحن في اي وقت؟ ازاي يتحكم ان انا ما يجي امتحن الامتحان اللي انا امتحنتوش قبل كده، وهيعرف ان انا امتحنت الامتحان ده قبل كده ويجيب لي واحد تاني؟ كل ده انا مش متوضح في الفيو دي، كل التفاصيل دي مش متوضحه. عشان كده بيسموها بلاك بوكس فيو. ليه بقى؟ لان الانترنال ستراكشر الهيكل الداخلي للسيستم مش واضح، الديناميك بيهيفير اوف ديفرنت سيستم كومبوننت مش واضحه. يعني الديناميك بيهيفير يعني ازاي الاداء بتاع السيستم للفانكشنز او المكونات بتاعته ماهيش واضحه، الامبلمنتيشن التنفيذ بتاعه والكود والحاجات دي ماهيش واضحه، مش مرئيه. عشان كده بيسموه بلاك بوكس فيو. بلاك بوكس ايه فيو؟ طيب قالك ان اليوزرز فيو او بلاك بوكس فيو كان بي كونسيدرد از ذا سنترال فيو اند اول اذر فيود ار اكسبكتد تو كونفيرم تو ذس فيو. يعني ايه؟ قالك ان اليوزرز فيو ده بيعتبر هو الفيو المركزي او اللي الناس اللي كل اللي جاي لازم يطبقه. فاكرين لما كنت بقول لكم ان الاس ار اس اللي بتحصل الدوكيمنت بتاعه اللي بتنتج في مرحله الانالسيس والسبيسيفيكيشن، السيستم انالست بياخدها وبيعتمدها من العميل وكل اللي جاي لازم يمشي عليها، صح كده؟ نفس الحكايه هنا، اليوزرز فيو ده بيعتبر السنترال فيو المركزي، الحاجه المركزيه اللي الكل لازم يكون فيرم عليها، يأكدها ويمشي بناء واعتمادا عليها. خلاص ده يا جماعة اليوزرز فيو. هيجي عليه اسئلة كتير جدا، ايه هو اليوزرز فيو؟ ايه هو البلاك بوكس فيو؟ ايه معنى البلاك بوكس فيو؟ خلاص طيب ليه سموا اليوزرز فيو بلاك بوكس فيو؟ نيجي على الستراكشر. The structure view defines the kinds of the object or clauses important to the understanding of the working of a system and to its implementation. ايه الكلام ده؟ بيقولك بيحدد بقى، دخل شوية بقى في التفاصيل، ايه الكلاسز اللي عندي، ايه الاوبجكت اللي هعرفها المهمة عشان افهم بيها طريقة شغل وعمل السيستم وطريقة تنفيذه او عمل له implementation. والله ده هيبقى لازم عندي كلاس للمواد الدراسية، وكلاس للاقسام، وكلاس لعضو هيئة التدريس، وكلاس للطالب. دخلنا بقى بشكل هيكلي للايه؟ للسيستم. It is also captures the relationship among the classes. بيحدد ايه العلاقات بين الكلاسز وبعدها. هو في علاقه ما بين الكلاس بتاعه الطالب والكلاس بتاعه القسم؟ طبعا. طب هو في علاقه ما بين المدرسيه والكلاس بتاعه الاقسام؟ طبعا. فاهم؟ طب هو في علاقه ما بين الطالب وشؤون الخريجين؟ لا مفيش. لما يبقى خريج يبقى في علاقه بقى، تمام؟ فبيحدد العلاقه ما بين الكلاسز وبعضها. The structural model is also called static model. ليه بيسموه static model؟ static يعني حاجة ثابتة. يعني الاستراكشر اللي users view كان بيسموه black box ايه view، لكن الاستراكشر view ده بيسموه static view. ليه بيسموه static model؟ حيث the structure of a system doesn't change with time. الاستراكشر ذات نفسه ما ينفعش يتعدل مع الوقت. ما ينفعش انا بعمل استراكشر للمعهد وبعد كده اقول لك انا مش محتاج بقى خالص بيانات الطالب، خالص احذفها من عندي. ازاي بس؟ ازاي احذف لك بيانات الطالب من عندك؟ ده الاستراكشر بتاع السيستم. ممكن ازود حاجات بقى، اخلي خصائص جديده، الطالب بدل ما هو مش عارفه بيعمل ايه اخليه بيعمل ايه، بدل ما احنا حافظه حاجه عنه ازود حاجات تانية، تمام؟ انما انا اغير في النظام او في الهيكل، لا غلط، خلاص مش هينفع. انا لسه بصمم عماره، بصممها، عملت تصميمها، صعب قوي ان انا اغير الهيكل بتاع العماره او الاستراكشر بتاع العماره وانا خلاص ابتديت ابني، خلاص.
عشان كده بيقولوا بيسموه استاتيك موديل، يعني في الموديل ده انا بحدد هيكل السيستم بتاعي هيبقى عامل ازاي، بحدد الهيكل الاستراكشر بتاعه، ما ينفعش بعد كده اجي اغيره، ما ينفعش بعد كده اجي اغيره، يا اما ايه كده اسم بهيد السيستم. طيب الفيو التالت ده، الفيو التالت اسمه بيهيفيرال فيو. The behavioral view captures how objects interact with each other to realize the system behavior. انا خلاص حددت الفانكشن الاساسيه والايه الاستراكشر بتاعها والعلاقات بينها وبين بعضها، ازاي بقى ازاي الاوبجكت هينتراكت، ازاي الاوبجكت من الطالب هينتراكت الاوبجكت مع الديبارتمنتس، ازاي هيبقى في تواصل بينهم، ازاي ده هياخد من ده حاجه ويطلع ياخد الانبوت يوديه في اوتبوت في حاجه ثانيه، ازاي ازاي الفانكشن بتتم، ايه البروجريس بتاعها، ده او السيناريو بقى، والله ده هيطلع من هنا وهاخد من ده واديه على ده، وبناء على ده لو ده يس هعمل كذا ولو ده نو، ازاي طريقه هاو. كلمه هاو هي البيهيفير، البيهيفير يعني السلوك او الطريقه، هو ده البيهيفيرال فيو. طيب الامبلمنتيشن فيو بقى، امبلمنتيشن فيو this view captures the important component of the system and their dependencies. يعني ايه؟ خلاص بيبتدي بقى في 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 تنفيذ الكومبوننت بتاع السيستم وكيفيه اعتمادها، زي ما احنا قلنا في الـ في الشابتر بتاع رقم 4 ان اللي هي الفانكشن اندبندنت، فاكرين ان هو اخليها مش معتمده بقى على الموديول الثاني وكل فانكشن مستقله ببعضها واقلل الترابط ما بين الفانكشنز وبعض، تنفيذ بقى خلاص بعمل امبلمنتيشن بقى، خلاص ازاي اعمل امبلمنتيشن موديلنج، هو ده الامبلمنتيشن فيو. طيب الانفايرمنتال فيو، ذس فيو models how the different component are implemented on different pieces of hardware. يعني ايه؟ ازاي بقى انا اعمل سيستم او مودلز او كومبوننتس مختلفه تقدر تتنفذ بقى، تتنفذ على اكتر من هاردوير، مش يعني مش هاردوير واحد بعينه، لا ده انا ممكن انقله من على الهاردوير ده الهاردوير ده، اشغل من هنا لهنا، كطريقه ان هو يكون adaptive او متلائم مع اكتر من هاردوير او different hardwares، هو ده الـ environmental view، ما يبقاش مقتصر على حاجه واحده الايه الـ environmental view. احنا كده خدنا خمسه فيو، خدنا خمسه فيو، اليوزرز فيو وعرفنا تفاصيله وعرفنا ان هو بيسموه البلاك بوكس فيو وعرفنا ليه بيسموه البلاك بوكس فيو، الاستراكشر فيو وقلنا يعني ايه وايه اللي بيتم فيه وليه بيسموه static model، بعد كده البيهيفير، وبعد كده الامبلمنتيشن، وبعد كده الانفايرمنت، وخدنا في الرسمه اللي فوق كل فيو منهم ايه اللي بيحققهم في دايجرامز اليو ام ال، ايه اللي بيحققهم في دايجرامز اليو ام ال. اول فيو فيهم كان اليوزر فيو، اليوزر فيو، اليوزر فيو، ولو طلعنا في الرسمه هنلاقي ان اللي بيحقق اليوزرز فيو ده هو اليوز كيس دايجرام، واليوز كيس دايجرام يا جماعه اهم دايجرام فيهم واكثرهم انتشارا، تمام؟ انا مش هدخل فيه المحاضره ديت عشان هو من اهم الدايجرامز، واحد عايز يعني يتوسع فيه براحته واكون لمسه يعني فهمكم للموضوع بنفسي، فهنوقفه ان شاء الله عشان ناخده المحاضرة الجاية ونكون مع بعض. خلينا فاكرين بس ان احنا واقفين عن سيكشن 6.6 او 6.6 او 6.6 اللي هو اليوز كيس موديل، ازاي اعمل يوز كيس موديل للسوفت وير بتاعي للمشروع بتاعي، تمام؟ وايه انواعه وايه انواع الريليشنز ما بين اليوز كيسز، كل ده ان شاء الله هناخده المحاضرة الجاية مع بعض بإذن الله. اتمنى بس الناس كلها تكون مذاكرة الجزء النظري اللي فات، ما نراكمش المحاضرات زي ما اتفقنا المادة مش سهلة في المذاكرة لانها نظري، لو بس تعبنا نفسنا شوية وقرينا المحاضرة قريناها بس مش اكتر مع الشرح طبعا هتفتكر وهتقدر تحل، وخصوصا ان انا مش بعتمد في اسئلتي شوية على الاسئلة المقالية خالص زي ما انتوا عارفين، فان شاء الله تبقى سهلة عليكم باذن الله. ايه
كلنا نجيب فيها ايه تقديرات باذن الله. استناكم المحاضره الجايه ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.